منتصر من مدينة أكادير موظف. المستوى الدراسي ديالي حاصل على لا ليسونس في دروا أغاب وحاصل على لا ليسونس في الماناجمنت وتكوين دبلوم تكوين ممثل. معكم خديجة من مدينة أكادير موظفة وحاصلة على الدبلوم جيستيون كونطابل. من بين الهواية ديالي كندير رياضة وبالضبط كيك بوكسين. خديجة عرفتها من سان كيام، قرات معايا سان كيام سيزيام الباك، ومن بعد طورت العلاقة ديالنا بزاف ولينا كنسافروا مجموعين، كنمشيو كنكتشفوا بلايص جديدة، شي بلاصة شفتها أنا في الانترنيت وعجبتني بغيت نكتشفها. شكون اللي غيمشي معايا؟ أكيد خديجة اللي غتمشي معايا. علاش؟ لأن واحد الإنسانة منضبطة في الوقت، قلنا لها نشوف هذا النهار، كنشوف هذا النهار، تسمح في حقها باش أنها تمشي معاك في ذاك النهار، وصافي واستمرت السنوات وحنا وخديجة معارفين حتى وصلنا لهذ المرحلة هذه. خديجة واحد الإنسانة اللي هي طيبة ومحبوبة بزاف والله يعمرها دار، والجلسة ديالها الجلسة معاها ما تسخاش بها، الحمد لله ديما ضاحكين ناشطين، ما عمرش نهار ما دوزتو معاها غضبان ولا قلقان، الحمد لله ديما بخير وعلى خير ناشطين ضاحكين. كيفاش جاتنا الفكرة باش أننا نحطوا هاد الفيديوهات اللي كنديرو؟ هو أول مرة غنحط فيديو أنا في السوشيال ميديا، حطيته على لا دونس ولقى إقبال عند الناس. المرة الثانية فاش بغيت نحط فيديو اخر قلت لخديجة واش تدخلي معايا، قالت لي اه. ملي صورنا الفيديو حطيناه لقى اقبال كسر كاع، ما كنتش بوحدي، ملي دخلت معايا خديجة زادت واحد زادت نورات الفيديو بزاف. العلاقة ديالي بلا دونس وبالرقص اون جينيرال هو اول حاجة انا كنعتبر الرقص هو رياضة، يعني ملي كنمشي لاصال كندير حركات رياضية تسخينات رياضية، يعني كنخدم لوكور ديالي مزيان عاد كندخلو لا دونس. ولا دونس هو واحد المجال انني كنرفه فيه راسي، كنخوي ستريس ديالي في داك لا دونس، كنكري دي كوريغرافي على لي ميوزيك اللي كيخرجوا جداد وسيختو لي بوليوود. انا الاختصاص ديالي بالضبط في لا دونس بوليوود، يعني بروف دو دونس انديان، يعني مولع بالثقافة الهندية، وكندير لا دونس انديان، والحمد لله عندي ديكيب ديال الرقص الهندي وكنعلمهم لا دونس انديان، وكنشتغلوا هكا في مهرجانات في الانيماسيون في دي زوتيل، وهادشي كله كنبارطاجيه مع الناس، وميم طو كنبارطاجيه مع خديجة، وخديجة كتشجعني بزاف. وغادي في المسيرة ما كنديرش غير لا دونس بوحدو، مي كندير حتى التمثيل كما كتشوفوا، عندي ديبلوم في تكوين ممثل قريت عند السي عباب والله يرحمه في هذا النهار هذا، يعني فورماسيون ديال عامين، في الاخر خديت ديبلوم ديال النجاح ديالي. هو فعلا راه مادام انك تدخل السوشيال ميديا الا وانك راه غادي تتعرض للتنمر، حيت ميمكنش كاع الناس كلهم غادي يبغيوك. فعلا كاينين الناس اللي كيتنمروا علينا وكاينين الناس اللي كيشجعونا، والناس اللي كيشجعونا هو اللي بزاف، لذلك حنا ما كنتسوقوش الناس اللي كيتنمروا علينا، وحتى هذاك اللي كيتنمر اليوم غدا بعده في الاخر كيعيا كيمشي بحاله، والحمد لله راه بقاو معنا غير الناس اللي كيشجعونا، وكنتمنى نبقاو ديما عند حسن الظن ديالهم. كنشكر كاع الناس اللي كيشجعونا واللي كيحبونا، صراحة كيجوني بزاف ديال الأسئلة، الناس بزاف صراحة كيشكرونا وكنشكرهم بزاف، والناس اللي كيتنمروا علينا الله يهديهم. هو صراحة ما كاينش شي أفكار يعني وشي أحلام، حيت حنا أصلا هادشي بدينا غير بالضحك، غير بالوقت الفراغ اللي كيشيطنا من الخدمة ديالنا كنحاولوا أننا نديروا في داكشي اللي كنبغيو اللي هو الكوميديا والضحك والنشاط، وحطينا دي فيديو كما كنشوفوا لقى إقبال ولقى إعجاب، ومادام أنه لقى إقبال ولقى إعجاب دونك كنكونوا أكيدين وقت ما كان عندنا الفراغ من شي جو بقيت شايطينا من الخدمه ديالنا راه غادي نبارطاجيو معكم كاع الفيديوهات وكاع داكشي اللي كنديرو، ونتمنوا دائما نكونوا عند حسن الظن ديالكم. سبحان الله اي حاجه كتجي صدفه واي حاجه كتعطيها من قلبك الا وكتلاقى الاقبال من عند الناس. السلام عليكم ورحمه الله. هذا الكوبل عجبني بزاف، يعني واش يكونوا اصدقاء ولا يكونوا زوجين او خطيبين، كيديروا واحد الشي زويون، يعني عمل مسرحي. السيده كيف كتشوفوها بنت مثقفه قاريه حاصله موظفه كدير رياضه، يعني محتاجبه كيف كتشوفوا، يعني الانسانه كتبان بنت الناس. وكذلك مثال الشاب حتى هو يعني كيبان ولد الناس ومتخلق وما كيديروا حتى شي حاجه ديال العيب. انا اللي تار انتباهي التنمر والناس كيستعجبوا من هذا الكوبل، يعني كيقولوا راهم متزوجين كيفاش، حيت هي عندها بشرة سمراء وهو بشرة بيضاء، يعني الناس كيستهزئوا منهم وكيتنمروا عليهم. فكنقول لكم الله يهديكم.
والمظاهر راها خداعة، يعني ما نحكموش على الإنسان من لون البشرة ديالو، بالعكس خاصنا نحكم عليه من الأخلاق ديالو. مميزات ديال الإنسان هي الأخلاق ديالو، الأعمال اللي كيقدم، يعني الأعمال الخير، يعني ماشي نشوفه من المظاهر نحكم على واحد نقولوا ليه لا ما يمكنش يكونوا هاد جوج، هادي سمراء وهذا بيض يكونوا بجوج.